فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يقول في قوله سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب أن هذا ليس في يوم القيامة بل هو الآن وهو دوران الأرض حول نفسها. هذا كذب وتقول على الله بغير علم. هذا يوم القيامة، الآيات في سياق يوم القيامة، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وكلا إذا دكت الأرض ودكت الجبال دكا دكا فكانت هباء هباء يعني غبار منبثة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تسير في الجو دخان ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذا الهباء الذي يطير من دك الجبال. لكن هؤلاء يريدون أن يخضعوا القرآن لأفكارهم ويسمون هذا الإعجاز العلمي. هذا المشكلة، الإعجاز العلمي، وهذا عجز، ما هو إعجاز، هذا عجز منهم هم عن فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول هذا العجز العلمي وليس الإعجاز. نعم.